الله يجزيك خير. أنا سمعت بهالخصوص سيدنا بهالخطأ هذا، إنه حتى ما بصح لا العمرة ولا الحج إذا كان هيك كان هالخطأ هذا واقع. ايوه طبعا. ليه يا حبيب قلبي؟ لانه اذا لان العمره الطواف في العمره ركن، الطواف في العمره ركن، والطواف ايضا في الحج اذا كان هذا الذي يحج الان مفردا فيكون اذا كان طواف قدوم سنه، لكن اذا كان طواف ركن كطواف افاضه فيكون قد ضيع ماذا؟ ركنا. واذا كان يحج قارئ يحج متمتعا فطوافه للعمره ركن وطوافه في الحج ايضا ايش؟ ايضا ركن. عرفتم ليش قالوا انه باطل؟ لاجل هذا. نعم.